نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة افتراضيا في المنتدى 33 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. يسعدني في البداية أن أنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي حالت ارتباطات مسبقة دون مشاركة سيادته في اجتماعنا اليوم، وأن أعرب عن التقدير لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو لقيادته الحكيمة لمنتدى الآلية، كما أتوجه بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد المجيد طبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتوليه رئاسة منتدى الآلية في المرحلة المقبلة، مؤكداً دعمنا لمهمته. السيدات والسادة، لقد أتمت مصر بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، وحرصنا في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمراراً لجهودنا من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتنا الوطنية للبناء والتنمية. وغني عن البيان أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية.